خلاص سيبها سيبها خبطها خبطها شوية. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: تفكرت في سبب هداية من يهتدي، وانتباه من يتيقظ من رقاد غفلته، فوجدت السبب الأكبر اختيار الحق عز وجل لذلك الشخص، كما قيل: إذا أرادك لأمر هيأك له. فتارة تقع اليقظة بمجرد فكر يوجبه نظر العقل، فيتلمح الإنسان وجود نفسه فيعلم أن لها صانعا، وقد طالبه بحقه وشكر نعمته، وخوفه عقاب مخالفته، ولا يكون ذلك بسبب ظاهر. ومن هذا ما جرى لأهل الكهف إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض. وفي التفسير أن كل واحد منهم ألفى في قلبه يقظة، فقال: لا بد أن يكون لهذا الخلق من خالق. فاشتد كرب بواطنهم من وقود نار الحذر، فخرجوا إلى الصحراء فاجتمعوا عن غير موعد، فكل واحد يسأل الآخر: ما الذي أخرجك؟ فتصادقوا. ومن الناس من يجعل الخالق سبحانه وتعالى عنده لذلك السبب الذي هو الفكر والنظر سببا ظاهرا، إما من موعظة يسمعها أو يراها، فيحرك هذا السبب الظاهر فكرة القلب الباطنة. ثم ينقسم المتيقظون، فمنهم من يغلبه هواه ويقتضيه طبعه ما يشتهي مما قد اعتاده، فيعود القهقرى ولا ينفعه ما حصل له من الانتباه، فانتباه مثل هذا زيادة في الحجة عليه. ومنهم من هو واقف في مقام المجاهدة بين صفين: العقل الآمر بالتقوى والهوى المتقاضي بالشهوات. فمنهم من يغلب بعد المجاهدات الطويلة فيعود إلى الشر ويختم له به، ومنهم من يغلب تارة ويغلب أخرى فجراحاته لا في مقتل، ومنهم من يقهر عدوه فيسجنه في حبس، فلا يبقى للعدو من الحيلة إلا الوساوس. ومن الصفوة أقوام: مذ تيقظوا ما ناموا، ومذ سلكوا ما وقفوا، فهمهم صعود وترق، كلما عبروا مقاما إلى مقام رأوا نقص ما كانوا فيه فاستغفروا. ومنهم من يرقى عن الاحتياج إلى مجاهدة،
إما لخسة ما يدعو إليه الطبع عنده ولا وقع له، وإما لشرف مطلوبه فلا يلتفت إلى عائق عنه. واعلم أن الطريق الموصلة إلى الحق سبحانه ليست مما يقطع بالأقدام، وإنما يقطع بالقلوب، والشهوات العاجلة قطاع الطريق، والسبيل كالليل المدلهم، غير أن عين الموفق بصر فرس، لأنه يرى في الظلمة كما يرى في الضوء، والصدق في الطلب منار. أين وجد يدل على الجادة؟ وإنما يتعثر من لم يخلص، وإنما يمتنع ممن لا يراد، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كلام نفيس جدا، ربما يكون سبكه غامض، فتمر عبارات لا تفهم المقصود منها، لكن مع الشرح والبيان سيظهر نفاسة هذا الكلام. وإنما اخترت هذا الصيد من كلام ابن الجوزي، ولم أتمم الكلام عن الخاطرة السابقة التي ابتدأناها في العشر الأواخر من رمضان، لأننا في ليلة 27 من رمضان، وليلة 27 كما ذهب إليه جمهور العوام هي ليلة القدر، وقد ورد فيها حديث صحيح أنه قيل في الترمذي وغيره، أنه قيل لأبي بن كعب: إن أخاك ابن مسعود يقول: من قام الحول كله أدرك ليلة القدر. فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمن، إنه لا يعلم أنها ليلة 27، لكنه أراد ألا يتكلوا. ونقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه صرح بذلك، وأنها في ليلة 27 تطلع الشمس إذا طلعت بيضاء لا شعاع لها، أي كالقمر، فإذا انقضت الليلة وصلى الناس الفجر ثم ارتقبوا الشمس فخرجت كالقمر لا شعاع لها، فهذا يدل على أن الليلة السابقة هي ليلة القدر. وفي هذه الليلة يدرك الناس يقظة، وهذه اليقظة لا بد لها من توصيف. لماذا تمتلئ مساجدنا في هذه الليلة بجموع الخلق ولا ينامون ليلتها كما هو المعتاد؟ بعد صلاة القيام ترقد ساعتين لتستعين بهاتين الساعتين على صلاة ما بقي من الليلة، إلا في هذه الليلة فلا ينام الناس. لماذا؟ هل تلمحا لأجرها؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر. فمن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه كما قال صلى الله عليه وسلم، وكأنما عبد الله عز وجل 83 عاما وعدة أشهر، وهي جمع 1000 شهر. فإذا كانت المسألة مسألة أجر، فلماذا يفرط في بقية العام وهناك أعمال كثيرة لها أجر عظيم؟ ألرتابة هذه الأعمال واستدامتها فتر الناس عنها؟ يعني مثلا عبادة الوضوء
ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا غسل يديه خرج مع هذا الوضوء، مع هذا الغسل، كل خطيئة ارتكبتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل، إذا تمضمض كان كذلك، كل خطيئة ارتكبها لسانه. فإذا غسل وجهه سقطت كل خطيئة ارتكبتها عيناه، وكذلك الأمر في يديه والأمر في رجليه. والإنسان يتوضأ في اليوم على الأقل 5 مرات وربما زاد أكثر، فهذا الأجر العظيم ما الذي يجعل الناس يفترون عنه ولا يتلمحونه؟ ألأنه متكرر دائما وإلف العادة مرض القلب الأعظم أو مرض القلب العظيم أو أحد أمراضه الكبيرة؟ ألأن ليلة القدر لا تأتي إلا في العام مرة، فيسهل على العبد أن يقومها ثم ينام بقية عامه؟ هذه اليقظة لا بد لها من توصيف، لأنها يقظة مفاجئة وقصيرة. ولذلك في اليوم القادم ربما وجدت المساجد فارغة إلا قليلا. ليلة 27 تغص المساجد بأهلها، ليلة 28 ترى الناس قد ناموا. ليه؟ لذلك اخترت هذا الكلام النفيس الذي يتكلم ابن الجوزي رحمه الله فيه عن اليقظة وعن منزلة المتيقظين وعن العوائق التي تحول بين العبد وبين يقظته الدائمة. فأول مراتب العمل اليقظة، ثانيها الفكرة، ثالثها العزم، رابعها البصيرة. فمن وصل إلى البصيرة فهو المتيقظ فعلا. فنريد أن نعرف هذه المراتب الأربعة وأن نعمل بها، لأنه من العار على العبد أن يتيقظ لمصلحته لأجل أن يدرك 83 سنة ثم بعد ذلك ينام عن شكر مولاه كأنما يعبد الله لمصلحته هو، وهذا مما يزيده بعدا ولا يقربه. فإن الله عز وجل عليم بالسرائر ولا يخدع سبحانه وتعالى. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: تفكرت في سبب هداية من يهتدي وانتباه من يتيقظ من رقدة غفلته، فوجدت السبب الأكبر اختيار الحق عز وجل لذلك الشخص، كما قيل: إذا أرادك لأمر هيأك له. يبقى أكبر الأسباب وأعظم الأسباب اختيار الله عز وجل لذلك الشخص ليوقظه من سنة غفلته. أنت كمسلم اختارك الله مسلما في الوقت الذي أضل فيه الملايين، أفلا تقوم في مقام الشكر لهذه النعمة الجليلة والتي لو كنت لأبوين غير مسلمين لتقلدت دين والديك ولربما امتد بك الزمان ولا تستيقظ ثم تكون من حطب جهنم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه
أو يمجسانه. يبقى الإنسان يكون عادة تابعا لدين أبويه إلا أن يتفضل الله عز وجل عليه ويختاره وينتشله من أدران الشرك. والله سبحانه وتعالى يتفضل بالسبب على عبده، فأحيانا يهتدي المرء بغير سبب واضح له، فجأة ينفسح قلبه، لماذا؟ هو لا يدري. قد يسمع الآية مرارا وينتبه فجأة لها كأنه لأول مرة يسمعها، فتكون دليله على طريق الاستقامة. ألا تذكرون ما فعل عمر رضي الله عنه يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه خرج ملوحا بسيفه وقال: من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات لأعلونه بسيفي هذا، وجعل يهدد حتى سمع صوتا من خلفه يقول: على رسلك أيها الحالف. ثم تلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فسقط السيف من يده، يقول عمر: لكأني ما قرأتها قبل ذلك. ليه؟ لم يكن لها مقتضى، لم يكن لها موقف، لذلك قرأها، ولكن لما جاء مقتضاها وموقفها عاش معناها. الفضيل بن عياض أبو علي أحد الأكابر في هذه الأمة، ثقة وثبتا وثباتا وعدالة وزهدا، كان إماما منقطع القرين. يقول عبد الله بن المبارك: كنا إذا ساءت منا الظنون نذهب إلى الفضيل بن عياض فننظر إلى وجهه ثم نرجع، كأن وجهه وجه امرأة ثكلى. هذا الفضيل كان شاطرا من الشطار، شاطر يعني لص، كان شاطرا من الشطار، وكان يحب جارية، فتسلق عليها درج بيتها يوما السلم، فبينما هو على الدرج يصعد إذ سمع صوت قارئ يقول يتلو قول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فتسمرت قدماه على الدرج، لم يستطع أن يتحرك، ثم قال: آن يا رب، ونزل فكان الفضيل بن عياض. هذه الآية كم مرت عليه، لم ينفسح قلبه لها، فلما انفسح قلبه لها كانت سببا في تحول حياته بالكامل. آية: لا يجد سببا ظاهرا لانفساح قلبه هذه اللحظة. ربما ونحن نتكلم الآن يمشي رجل في الطريق فيسمع كلمة مني انفسح قلبه لها، تكون سببا في تغيير حياته، بينما هنا مئات ممن جاءوا واستعدوا واعتكفوا قد لا ينتفعون بكلمة من درس كامل. هذا القلب الذي هو ملك الرب تبارك وتعالى ينفسح بإرادته عز وجل،
ليس للعبد أي سيطرة على هذا القلب، برغم أن قوام حياته به، لكنه لا يملكه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى هذه الآية الباهرة، فكان كثيرا ما يقول: لا ومقلب القلوب. وكان يقول: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف شاء. وكان كثيرا ما يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. هذا القلب كما قلت أنت لا تملكه، وهذا القلب هو المستهدف منك، كما قال ابن الجوزي في آخر هذا الصيد الثمين، يقول: واعلم أن المراحل إلى الله عز وجل لا تقطع بسير الأقدام، إنما تقطع بسير القلوب. فهذا القلب لابد أن يتلبس ابتداء بمنزلة اليقظة، زي ما أنت تكون ستستأنف يومك، عندك جدول أعمال، النهاردة تعمل كذا وتروح كذا وتروح المكان الفلاني والكلام ده. بس هل يصح لك أي سفر أو أي عمل قبل أن تقوم من نومك؟ أول شيء تستيقظ من نومك، ده الأول، ده هذا ترتيب عقلي، ترتيب لا يخالف فيه أحد. الأول يستيقظ ويجلس على السرير، وبعدين يفكر هيعمل إيه النهاردة. خلاص أنا هروح المشوار الفلاني والفلاني والفلاني، فإذا استقرت الفكرة ما بقي إلا العزم على الفعل، ولا هيقعد على السرير بتاعه والأماني هي اللي تروح تشتغل له؟ لا، لكن قبل أن يعزم لابد أن يفكر ماذا سيفعل. يبقى المراتب الأربعة دي لازمة للعبد قبل أن يفعل أي فعل: يقظة، ثم تفكر، ثم عزم. فإذا عزم، والعزم هو استجماع لإرادة القلب، لابد أن يكون ذا بصيرة حتى يتجنب شر الأشرار وينال خير الأخيار. خلاص عزم، ركب السيارة، انطلق إلى أول عمل الله. طب أول عمل ده فيه واحد مرتشي أعد لي علشان يوقف لي المركب السير، وأنا عارف إن الرشوة حرام، طب أخلص منه إزاي؟ هذا لابد فيه من بصيرة، ودي آخر المراحل الأربعة الضرورية الأولى التي لا يتم سير إنسان إلا بعدها. يبقى أنا كيف أتجنب شر الأشرار؟ طب هذا الرجل يريد بي السوء وعايز يعمل لي مشاكل في البضاعة ولا مشاكل في المشروع ولا الكلام، أستعين عليه بإيه؟ لا يحتاج إلى بصيرة، لأنك لو دخلت كده غشيم هتضيع مصالحك. والبصيرة نور يقذف في القلب، هو الذي ينير لصاحبه الطريق. ألم تر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف تصرف مع عبد الله بن أبي بن سلول؟ نحن نتعلم منه البصيرة. هذا رجل منافق وكان رأس المنافقين، وأراد كثير من الصحابة أن يقتله، وما أسهل أن يقتل عبد الله بن أبي بن سلول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ببصيرته قال لأصحابه: معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فأنعم عليه
بنعمة الصحبة. قال أصحابه: وهذه الصحبة إنما هي صحبة الجسد، وإلا فكل العلماء لا يجعلون عبد الله بن أبي بن سلول صحابيا، لا يجعلونه في طبقة الصحابة. دي نمرة واحد. نمرة اثنين: أن الذي طلب الصحابة أن يقتلوه إنما هو فرد واحد، فلم يقل عليه الصلاة والسلام: معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل صاحبه، إنما قال: يقتل أصحابه، هكذا بالجمع. لماذا جمع؟ لأن الناس يتناقلون الأخبار فيزيدون فيها، وهناك أعراب كثيرون في حواشي الجزيرة. الواحد يفكر يسلم، خلاص يقول لك أنا سأمتطي بعيري وأنطلق إلى المدينة لأسلم. فعادة الناس أنهم يزيدون في الكلام، يبقى قتل، سلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بقتل عبد الله بن أبي بن سلول، ده فرض واحد. على ما واحد ينقل الخبر الثاني يبقوا اثنين، يبقوا ثلاثة، يبقوا أربعة. على ما يصل هذا الخبر إلى الذي يريد أن يركب بعيره ويأتي مسلما يكون قتل 20 30 40 50، فيكون ذلك صادا له عن أن يذهب فيسلم. يقول لك: الحمد لله أن أنا ما روحتش، ده أنا لو روحت كانوا ذبحوني زي ما ذبحوا 40 اللي وصلوني، ولا 50، ولا الكلام ده. فبقاء رجل واحد على نفاق مكشوف غير خفي، كلنا نعرف أنه منافق وكلنا نحذره، فبقاء هذا المكشوف مضرته لا تساوي مصلحة إسلام كثير من الناس الذين سيأتون إلى المدينة فيسلمون. ولذلك لا تسود أمة من الأمم إلا بالخلق، لا تسود لا بالضرب من الجو، ولا بالمدفعية، ولا بالقنابل الذرية، ولا بالنووية إطلاقا. لا تسود أمة إلا بالخلق. هذه الأمة المجيدة لو أخذت فرصتها لعلم الناس كم خسروا بتخلفها. أمة لو قرأت أحاديث نبيها صلى الله عليه وسلم في معاملة الحيوان الأعجم الذي خلق ليركب أو يذبح أو يقتل، حتى لو كان ضارا، لو كانت حية، لو كان ثعبانا، ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتل الدابة المؤذية بمرة واحدة، ورتب على هذا حسنات. إذا وجد حية فقتلها من ضربة واحدة فله 30 حسنة، من ضربتين فله 20، أو فله 10، برغم أنها حية ومؤذية، لكن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتل أحدكم فليحسن القتلة. وليس من إحسان القتلة أن تضربه أو تقتله على 10 مرات أو 7 مرات، ففي هذا تعذيب له. إذا قتل أحدكم فليحسن القتلة، وإذا ذبح فليحسن الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ده التعامل مع الحيوان الأعجم. فكيف بالبشر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقدر المصالح ويقدر المفاسد ويراعي سلامة القلوب، وده أصل البصيرة. الذين خرجوا يدعون إلى الله عز وجل وليس عندهم بصيرة أفسدوا أضعاف أضعاف ما أصلحوا، لأن البصيرة كما قلت نور يقذف في القلب
فيرى المرء طريقه على وفق مراد الله عز وجل. يعني في شأن الكعبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك ممكنا، كان هو رأس الدولة، وما فيش أي إنسان يستطيع أن يقول له لا، وإذا أمر بأمر ابتدره الناس، برغم أنه كان ممكنا في المدينة، إلا أنه رفض نقض الكعبة، رفض أن يهدمها ويبنيها على قواعد إبراهيم عليه السلام. فقال لعائشة رضي الله عنها: لولا حدثان قومك بالكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم، فإن قومك قصرت بهم النفقة. كانش عندهم فلوس فقصروا عن قواعد إبراهيم، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم، لكن خشي تغير قلوب الناس لتعظيمهم البيت، برغم أنه صلى الله عليه وسلم كان يلقي بيانا فيقول: أنني أريد أن أنقض الكعبة وأردها إلى قواعد إبراهيم، كلام واضح، لكنه خشي صلى الله عليه وسلم تحول قلوب بعض الناس ممن يعظمون البيت، لا سيما ممن كانوا حدثاء الإسلام آنذاك، فيوم يراعي هذه المصلحة، ما هذه بصيرة. ولقد حدث ذلك لبعض المسلمين، كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، أن عبد الله بن الزبير بن العوام لما كان أميرا للمؤمنين أراد أن ينقض البيت فيبنيه على قواعد إبراهيم لهذا الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها، فاستشار الناس وكان البيت قد احترق، فقال له ابن عباس: أرى أن تترك بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها؟ فقال له عبد الله بن الزبير: والله لو كان بيت أحدكم ما تركه حتى يجده، فكيف ببيت ربكم؟ وإني مستخير ربي ثلاثا. وبعد 3 أيام انشرح صدر عبد الله بن الزبير أن يهدم الكعبة وأن يبنيها على قواعد إبراهيم عليه السلام، وجماعة مع عبد الله بن الزبير وكانوا قلة انشرحت صدورهم لذلك، فصعدوا على سطح الكعبة عشان بقى يهدموه، أما بقية المسلمين فابتعدوا لأنهم كانوا يتوقعون أن تنزل نار من السماء تحرق هؤلاء الذين امتطوا ظهر الكعبة. فبدأ المسلمون الذين على سطح الكعبة بدأوا يهدموها، يأخذ حجر ويرميه، يأخذ حجر ويرميه، فلما رأى الناس أنه لم ينزل عقاب من الله على هؤلاء تتابعوا حتى هدموا الكعبة ووصلوا إلى قواعد إبراهيم عليه السلام، وبناها عبد الله بن الزبير ابن العوام حتى هدمها عبد الملك ابن مروان وأرجعها كما كانت. ولذلك أنت تجد الحجر اللي هو المكان اللي فيه سور بجانب الكعبة، ده كان من الكعبة، ده جزء من الكعبة، المفروض أن السور ده يدخل جوه الكعبة، المكان ده يدخل جوه الكعبة، ليه؟ لأنه منها، كما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن أصلي في البيت، قال: صلي في الحجر فإنه من البيت، حجر إسماعيل فإنه من البيت، فإن أراد أن يصلي في جوف الكعبة فليصلي في حجر إسماعيل، كأنما فتح الباب ودخل جوف الكعبة وصلى. فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا لهذه البصيرة، حتى في خبر من الأخبار وهو صحيح في صحيح مسلم أن المسور ابن مخرمة قال له أبوه: هلم يا بني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لننظر ما الذي نأخذه منه بعد غزوة حنين. يقول المسور: فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت أبي
وكان صوته أجش صوت أبي، خرج إليه بعباءة وجعل يريه محاسنها. ليه؟ لنعرف أن رضا مخرمة صعب، يرضى بصعوبة، ثم يريد أن يستبقي قلبه فلا يتغير. فهو الذي بادر صلى الله عليه وسلم وخرج إليه وجعل يريه محاسنها كأنما خبأها له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: خبأت لك هذا، كأنها حاجة يعني بقى ما حصلتش، وجعل يريه محاسنها، يقول: شوف دي وشوف دي وشوف دي، والإطان والمش عارف إيه والبتاع. فكل الذي فعله مخرمة أنه هز رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رضي مخرمة، رضي مخرمة، رضي مخرمة. كأن رضا مخرمة غاية لا تدرك. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضره أن يغضب أحد عليه، بل غضبه على أي إنسان يضره، ومع ذلك يخرج فيفعل هذا لمخرمة ليستبقي قلبه. وده البصيرة، أن يعرف معادن الناس ويعرف منازلهم، فيعامل كل إنسان بما يصلحه ما لم يكن إثما. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف وجاءت أزواجه إليه صلى الله عليه وسلم، وكانت صفية آخر من جاء. فهو مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن العدل واجبا عليه بين الزوجات، لكنه كان يعدل. فلما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا قبل صفية، قعدوا مثلا يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم ربع ساعة، فجاءت صفية مثلا بعد ما حضر بقية أزواجه عليه الصلاة والسلام بخمس دقائق. يبقى لما تقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم مع بقية الأزواج يبقى خدت كم من الوقت؟ عشر دقائق، يتفضل لها كم؟ خمس. فخرج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أما النبي صلى الله عليه وسلم فأمر صفية أن تبقى، ما تمشيش معاه، علشان يستوفي لها إيه؟ يستوفي لها حقها. وهو بيوصلها لباب المسجد وجعل يكلمها، رآه رجلان من الأنصار، فلما رآه مع رأياه مع صفية أسرع الخطى، فقال: على رسلكما. تمهلا، تبروش يعني، إنها صفية. ألا يعني إيه يعني إنها صفية؟ واقف مع واحدة لا تحل له مثلا، زي إحنا ما أي حد يقف مع امرأة لا تحل له. على رسلكما إنها صفية. فانزعج الأنصاريان وقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني أفنشك فيك؟ تعرف قال لهم إيه؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا فتهلكا. بلغ من رأفته بهم وشفقته عليهم أنه لو ألقى الشيطان خاطرا سيئا يخص هذا المشهد هلك. لا يستطيع إنسان ناجح أن يمضي في الدنيا بسلام إلا ببصيرة، ولا يستطيع أن يصل إلى الآخرة بسلام إلا ببصيرة. يبقى البصيرة هي منتهى هذه الأربع التي بها تأتي كل المنازل التي ينزل فيها العبد وهو سائر إلى الله عز وجل. يبقى يقظة، ثم فكرة،
ثم عزم ثم بصيرة. وهذا القلب كما قلنا قد ينفتح بلا سبب ظاهر إلا من تفضل الله على عبده أنه يفتح له. وضرب ابن الجوزي رحمه الله مثلا بأهل الكهف، كل شيء حول أهل الكهف يدعو إلى الغفلة. الملك دقيانوس كان رجلا كافرا، والمملكة كافرة، والكفر أعظم أردية الغفلة، يعبدون غير الله عز وجل. فجاء بعض الشباب من أولاد الملوك والأعيان، وقلما يتسلل الإيمان إلى هذه الطبقة، التسلل الإيمان لهذه الطبقة أقل بكثير من طبقة الفقراء. ليه؟ لأن المال أعظم مراكب الشهوات، تقدر بالمال تعمل كل حاجة، اللي نفسك فيه تعمله بالفلوس. ونحن ذكرنا في مجلس سابق قول الله تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيه فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أمرنا يعني كثرنا مترفيها، بقوا كثرة، أصبح فيه تسابق محموم، مين يكبس على مين ومين يبغي على من. والمال الذي هو أصل أداة الاستغناء هو مدعاة البطر، كل ما تستغنى مخك يدخل وما يقالكش كبير. وهذا ليس كلامي، هذا كلام الله عز وجل. قال عز من قائل: كلا إن الإنسان ليطغى. ليه؟ أن رآه استغنى. ولذلك يقول الله عز وجل في الآية الأخرى التي تبين هذا المعنى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. أنا رجل معايا مليارات وأنت معاك مليارات، خلاص ما فيش حد أحسن من حد، تكبس على نفسي ليه؟ بتبص لي نظرة وحشة ليه؟ ليك عندي حاجة؟ أنا محتاج لك في حاجة؟ لا، أمال بتعمل كده ليه؟ يحصل نوع من التقاتل. إنما يا اللي يقدم السبت يلاقي الحد، ها؟ ده سببها إيه؟ تفاوت الناس، أنا محتاج لك وإنت محتاج لي، أنا ملك مطاع بس عايز جيش يحميني، وعايز ناس ينفذوا أوامري، وناس يمشوا حوالي علشان مفيش حد يعتدي عليا، عايز ناس ينظفوا القصر، عايز ناس يطبخولي. بدون هؤلاء لا يكون ملكا، فأنا محتاج لهؤلاء وبدلهم فلوس. وهو بطاط وطلباتك يا باشا، طلباتك يا سعادة البيه، أنا خدمت رب رجليك، اللي أنت عايزه مني أعمله. ليه؟ عايز فلوس. يبقى جعل الله عز وجل الناس يحتاج بعضهم إلى بعض. حتى فرعون، فرعون نفسه الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، اتورط لما وقع في مناظرة مع موسى عليه السلام، نافش عضلاته وفارد جناحاته وعمال ينكر الربوبية. الكافر كفار قريش ما كانوا ينكرون ربوبية الله. ليس هناك كافر قال إن آلهة أخرى شاركت الله في خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. ما هو لا ينكرون، في
في مسألة الخلق والرزق ومظاهر الربوبية لا ينكرون. لا ده فرعون ده بقى أول ما ابتدأ القصيدة بتاعته قال لموسى عليه السلام: وما رب العالمين؟ يطلع إيه رب العالمين ده؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ عجبكم الكلام؟ طب ما ترد اثبت ان الكلام ده غلط. ما عندوش رد طبعا. فيوم يحيد يطلع بره الخط. قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. مش برضه ما بيجاوبش، واخد السكة الغلط. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. انتهت المناظرة. موسى عليه السلام لقى متخن دماغه قوي ومش عايز يؤمن. خلاص مش هنفضل نتكلم مع بعض، ما هو خلاص سد ودان، لازم نقهره ولازم نكسر وسطه. قال: أولو جئتك بشيء مبين؟ قال: فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. لقاها فرصة، قال لك ده السحر ده بتاعنا، ده احنا اللي بدعناه. فرعون في هذه اللحظة، في هذه اللحظة طبعا لما انتهت المناظرة بتهديد فرعون، لما قال له: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. أنا خلاص ما عادش إلا السجن بقى، يعني الكلام خلص. فلما تحول فرعون من المناظرة إلى التهديد، تحول موسى إلى شيء آخر عشان يقطع به عنق هذا الكافر. لما قوم السحرة بدأ فرعون ينغيه محتاجه علشان يقهروا موسى عليه السلام، وهذا هو فرعون محتاج السحرة. ولذلك لما آمن السحرة أسقط في يديه وما عرفش يعمل إيه، ضرب لخمة قاعد يستشير اللي حواليه. هو أنت عمرك استشرت حد؟ عمرك اديت واطي لحد؟ أمال دلوقتي عمال يقول يستشيرهم ليه؟ لماذا يستفز العوام؟ لأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا وحده، قاعد يستفز العوام. وقال: إن موسى هذا يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. تخيل بقى واحد هيطلعك من البيت يلاقي أحد بره على الرصيف، قول لي تعمل إيه بقى؟ ترضى؟ لا مرضاش. خلاص تصرف، تعالوا معايا، لأن هو الواحد ما يقدرش يعمل حاجة. وكمان استخدم الإعلام بتاعه: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، شوية شذاذ آفاق خارجين على المجتمع، وإنهم لنا لغائظون، عايزين يغيظونا، ها؟ وإنا لجميع حاذرون، أنا بعتمد على الوعي بتاعكم، ها؟ مفيش حد كده ولا كده، أنتوا كلكم مفتحين وفاهمين وأنا مش هقول لكم عشان أنتوا فاهمين. من إمتى فرعون بيعمل الكلام ده ويستخدم هذه اللهجة الرقيقة مع الرعية اللي كان يسومهم سوء العذاب؟ لا يستطيع إنسان في الدنيا أن يستغني عن آخر. عشان كده ربنا تبارك وتعالى لما قال: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. يخلي ده فقير وده نص نص وده فوق عشان يخدموا بعض. وإلا لو إحنا كلنا على كم متكافئين في القوة والمال والكلام ده، أنا لا هعمل لك حساب ولا أنت تعمل لي حساب، ها؟ على أساس الإنسان إذا ملك أسباب القوة ما يديش واطي لحد. عشان كده العلماء لما تكلموا في قوله تبارك وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، في مسألة دليل الامتناع والكلام، قال لك: ما هو اللي هيغلب هيبقى هو الإله، والتاني اتغلب ما يبقاش إله، خلاص. لكن اتنين متكافئين في كل حاجة بيحصل نوع من الصراع بينهما. يبقى إذن كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالجماعة بتوع الكهف دول كانوا ولاد الملوك،
وعادة زي ما قلنا الدين بيتسلل إلى هذه الطبقات بعناء ومشقة، حتى لو فيهم واحد تقي أو امرأة تقية وقلبها فيه خير ما يعرفش يعمل حاجة. ليه؟ أصل خاله، أصل عمه، أصل ابن أخوه، أصل ابن أخته، وهيضره لو التحى، وهيضره لو انتقبت، ومش عارف ايه الكلام ده. فأنت لابد تراعي البنية الاجتماعية كلها، ما تعملش حاجة لوحدك كده. اعمل حساب ابن عمتك وابن خالتك وابن ابن ابن أختك والكلام ده، تعمل حساب لأن كده هتضره، فيبقى قلبه بيتقطع من جوه ومش قادر يعمل حاجة. فكان من قدر الله تبارك وتعالى وتقديره لهؤلاء أنهم خرجوا في يوم عيد، فواحد منهم انتحى جانبا، وواحد تاني شوية انتحى جانبا، لحد ما تجمع ثلة من هؤلاء الفتيان، وكل إنسان احتفظ بالسبب الذي جعله يترك أهله في يوم العيد، خايف يتكشف، ما هو مش عارف مين اللي ممكن يؤمن، ولو أظهر إنسان للإيمان في هذا هيعذبوه. حتى أفضى بعضهم إلى بعض، بيبقوا خايفين زي ما حدث بالضبط بالضبط لعلي بن أبي طالب مع أبي ذر، أبو ذر الغفاري كما في صحيح مسلم، والحديث في البخاري برضه من حديث ابن عباس، وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر. لما أبو ذر علم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل أخاه أنيسة عشان يجيب له الأخبار والكلام ده، رجع قال له يعني وجدت رجلا يأمر بمكارم الأخلاق ويدعو إلى الخير والكلام ده، قال له ما شفيتني، وقام واخد الزاد بتاعه وطلع على مكة. أول ما دخل المسجد الحرام لقى الدنيا هيجة على النبي عليه الصلاة والسلام، خاف يتكلم، ما هو عارف الأذى، أول ما يقول أين محمد ما يعرفش إلا يحصل. فالمهم قال لك إيه، أما اختار واحد مسلوع، هو يعني لو اتنطط هيعمل لي ايه؟ ده انا انفخه يطير، فكده ايه، يبقى انا ضمنت انه مش هيأذيني. قال فتضعفت رجلا منهم جلد على عظم كده، وسألته اين هذا الذي يقولون انه صابئ. اتاري بقى الجماعة الاراضيش الكبار حاطين المسلوع ده مصيدة، هو أول ما بسأله كلمتين دول أين ذلك الذي يقول إنه لصابئ، أم ادلهم غمزة الصابئ الصابئ كلمة سر يعني. قال فانهالوا علي بكل مدرة وعظم، اللي معاه نبوت واللي معاه شاكوش واللي معاه مش عارفين واللي معاه لحى بعير وبتاع، وينزلوا ضرب فيه. قال ما تركوني إلا وأنا نصب أحمر، زي تمثال أحمر من كتر الدم الذي سال عليه، وهرب منهم وراح زمزم. في حديث ابن عباس أن علي بن أبي طالب عد عليه، فهو لا عارف يكلم علي ولا عارف علي يكلمه، بس علي بن أبي طالب وماشي كده أمرامي عليه كلمتين، قال له أما آن للرجل أن يعرف منزله، ويقوم ماشي. المهم بعد كم مرة كده حس بشيء من الأنس بينهم، فسأله علي من أين أنت؟ قال لو كتمتني، لو كتمت علي أخبرتك، ما أنا لسه بقى لسه المثال مش ناسي الحدوتة بتاعته يعني. فقال له يقال له أنا جاي عشان كذا 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 وعايز أسلم. قال له أنا أوديك لكن أخاف عليك، فأنا همشي قدامك وانت امشي ورايا، فإذا أحسست خطرا عليك جلست كأنني أريق الماء، كأنه بيتبول يعني، أول ما أقعد أتبول امشي انت على طول عشان ما يقولوش ان احنا ايه ماشيين مع بعض. وفعلا أخذه لحد ما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم أبو ذر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو أكتم إسلامك لحد ما أظهر، لا
لم يتحمل أبو ذر وقال والله لألقين بها بين أكتافهم، هي لا إله إلا الله دي ما تتقالش ليه، وقام راي على المسجد الحرام عند المسال وعده وقام قايلها بقى لا إله إلا الله محمد رسول الله، فانقلبوا عليه بكل مدرة وعظم، ما خلصه في المرة الأولى إلا العباس ابن عبد المطلب، وفي المرة الثانية الذي خلصه العباس برضه قال ويحكم أما تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجارتكم يمر على غفار، أنتوا ناسيين الموضوع اللي إيه؟ هتئذوه هيوقفوا لكم في السك وهياخدوا التجارة منكم وتبقى سنتكم سودة. قال فتركوه. أشوفه لما يكون في غرباء، ناس غرباء وناس خايفين من الظلم ومن الجور والكلام ده، تبص تلاقيهم ايه برضه كله يعني كله يتحسب زي ما كان حصل. شوف ايام النبي صلى الله عليه وسلم حدث في ايام اصحاب الكهف، وان شاء الله بعد الركعتين سنتكلم ونتمم هذه الخاطره باذن الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.